السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما نقول تعددت الأسباب والموت واحد، إن لله وإن إليه راجعون. توفى اليوم الصغار الكبير حلمي بكر. شاهد آخر الفيديو، يوجد فيديو قصير في آخر دقائق وآخر صراخ وآخر كلمة قالها حلمي بكر. أتمنى من الأخوة الحضور الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأتمنى كل من يدخل إلى قناتي وضع اللايك والاشتراك بها حتى أوفيكم جميع الأخبار الرسمية. حلمي بكر، وفاة الموسيقار حلمي بكر. حالة من الحزن تسيطر على سماح القرشي بعد رحيل زوجها الموسيقار الكبير حلمي بكر قبل قليل، وتقوم حاليا بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة باستخراج تصريح الوفاة ودفن الجثمان، ولم يتحدد حتى الآن موعد أو مكان الجنازة. وأكد مصدر مقرب من زوجة الموسيقار حلمي بكر، حلمي بكر توفى قبل ساعتين، وجاء التشخيص الطبي أنه بسبب توقف في عضلة القلب. وتعيش زوجته حالة من انهيار لوفاة زوجها، وتقوم حاليا بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالجنازة ودفن الجثمان دون وجود أي شخص من أسرته أو عائلته. كانت الفنانة نادية مصطفى عضو نقابة المهنة الموسيقية أعلنت خبر وفاة الموسيقار الكبير حلمي بكر بعد صراع مع المرض عبر منشور بمواقع التواصل الاجتماعي. وقالت نادية مصطفى: لا إله إلا الله، ولا نقول إلا ما رضي الله، ولا نقول إلا ما يرضى الله. البقاء لله. أستاذ حلمي بكر انتقل إلى رحمة الله، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته، ربنا يصبر ابنه وأخواته وكل محبيه المخلصين. لا إله إلا الله، ولا نقول إلا ما يرضى الله. البقاء لله. أستاذ حلمي انتقل إلى رحمة الله، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته، ربنا يصبر ابنه وأخواته وكل محبيه. هذا ما قالت. كان علق الدكتور محمد عبدالله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية حول ما يؤثر في هذا الوفاة بشأن ضرورة تدخل النقابة لتقديم الرعاية الصحية للموسيقار حلمي بكر بعد الاتهامات التي وجهت لزوجته بخطفه ومنع الزيارات عنه. وقال عبدالله في تصريحات سابقة: نقابة الموسيقية ترعى مصالح أعضاؤها، وأن الموسيقار الكبير حلمي بكر عضو عامل، وأن النقيب الشرفي لنقابة المهنة الموسيقية بعد قرار الفنان مصطفى كامل بتولية هذا المنصب، فضلا على أنه من كبار الملحنين في الوطن العربي الذي له ألحان.